السلام عليكم ورحمة الله. خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع اني اشوف ان شاء الله تكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الموجودين واخواننا المستمعين. ان شاء الله الحمد لله الوقف قريب انه مخلص، وان شاء الله ان شاء الله نقول ان هذا اخر اسبوع للوقف، ان شاء الله انه يكتمل. فالسابقون السابقون اولئك المقربون، صدق الله العظيم. والإنسان يتصدق بأي شيء، سواء بشيء كثير بشيء قليل، بما تجود به نفسك. فالحين الحمد لله باقي أيام بسيطة وينتهي هذا الوقف، خلي لك بصمة. وإذا كنت من قبل متصدق لو بشيء بسيط لو شيء كثير، ما يمنع أنك تصدق مرة ثانية. فالإنسان ما يعرف أي عمل يدخله الجنة، الضمان من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام الرسول ما هو إلا وحي يوحى. فضمان من الرسول صلى الله عليه وسلم انك تكون في الجنه وانك تكون معه في الجنه. وايضا جزاك الله خير، ذكرتني قبل شويه كنت اقولها، اتقوا النار ولو بشق تمره. فالشيء الميسر والشيء البسيط انتم تقدرون عليه، والحمد لله الله ييسر لك كل صغيره ويكبرها لك ويعظمها ان شاء الله. والدال على خير كفاعله، فساهموا والسابقون السابقون اولئك المقربون. جزاك خير يا ابو عماد، جزاكم الله خير والله. إن شاء الله يحد عن الخصم إن شاء الله.